بخير، صحتكم لاباس؟ نتوما لاباس؟ اليوم نشارك معكم المشتريات اللي خديتها البارح، داك الفيديو اللي صورت لكم البارح في اللي تكلمنا فيه على الرياض وعلى المملكه العربيه السعوديه. قبل ما نتكلموا في داك الفيديو كنا مشينا للسوق، السوق ديال المعان وديال الكماليات. هذاك السوق هذا البنات اللي في الرياض سميتو مشاهير التخفيضات، ومعروف ديال 5 ريال، كل شيء فيه بخمسة ريال. انا كنمشي مره كنمشي كنقشقش منه، ودابا البنات غير كوا مزوجه سعودي وكتمشي للسوق ديال 5 ريال. البنات راحنا عاديين جدا جدا جدا، ما يكذبش عليكم شي واحد يقول لك راه حنت البنات تما مزوجات سعوديين ولا مزوجات خليجيين راهم عايشات اميرات هنايا، هذيك غير هضره. راه بحال اللي مزوجه مغربي بحال اللي مزوجه خليجي، نفس الوضع، كل واحد غير البلد اللي كتختلف وقوانين البلد وظروف البلد والظروف المعيشيه شيئا ما كتختلف. اما هو من ناحيه الزواج ومن ناحيه المعيش العيشه في الاسره، مثلا في الاسره وداك الشيء ما كتغير العادات لا طبائع لا والو. هنا شريت هادو تقريبا بحال المنظمات، هما بحال السلات كبار، انا خديت 4 غير بغيت نجرب فيهم، غادي نخزن فيهم مادام خديت الغرفه لرهف. دابا نشارك معكم الغرفه، وكاين شي حوايج هنايا خديت واحد الدولاب كبير غنخلي جهه لرهف فيه، والجهات الاخرين غادي ندير فيهم كاع داكشي اللي زايد عندي، لان انا عندي غير شقه ما عنديش بيت ديال الخزين، وداكشي اللي كيبقى ليا زايد مثلا الحوايج ديال الشتاء والحوايج اللي ما كيتلبسوش والحوايج اللي كيبقاو مثلا وداكشي، غادي نجمعهم في هاد السلات يعني بحال هكا في هاد المنظمات هادو، ونحتفظ بهم في هذاك الدولاب، يعني ما نخليهمش هكا يعني مرميين. ولا جبت ربعة ديال المنظمات بهذا الحجم هذا. هذا كل شيء، هذه بخمسة ريال طبعا، ماشي ماهيش اكثر. هما هاد المحل كيبيع كل شيء، كي الصغير كي الكبير، اي حاجه صغيره يا كبيره كيبيعها بنفس السعر، 5 ريال فقط. وفي حويجات زوينين، راه ماشي حيت في 5 ريال راه يعني خايب ولا لا، في حاجات زوينين. انا نقول لكم اختكم ماشي من اصحاب الماركات ما بيني وبينهم الا الخير والاحسان، لان الماركات اخترعوهم الاوروبيين غير اخترعوهم الغربيين غير باش الى هنا ويخسروا لنا فلوسنا. هذا بلاطو اعجبني صراحه وخديته هكا باش نقدم فيه، تقدموا فيه الحلوى، تقدموا فيه هكا الحلوى، تقريبا هو ديال الحلوى غالبا، و الا بغيتوا يعني التحليات وهكا تقدموها فيه. هو ديال البلاستيك ولكن الداخل حاطين فيه مرايه، واخا هي مرايه ماشي مرايه ولكن فامال. انا نفتحو نشوف، هي مرايه فعلا ماشي غير مرايه بلاستيك، لا مرايه، هو اللي بلاستيك، الاطار ديالو بلاستيك. وهذا حتى هو خديته، هذا عندي انا مخدات في الازرق وغيتماشى الا حطيته في الصاله بحال هكا، حطيت فيه تا هو الحلويات، حطيت فيه هكا كيقدموا فيه التحليات، قدموا فيه اي حاجه فطائر. وهذه انا غتشوفوني اش غنصوب بها، هذه غادي نشارك معكم ان شاء الله، نلقاو قيت وغنشارك معكم شنو غنصوب فيها. هذه كنصوبوا فيها انا غنخلي لكم غير الاسم باش تكتشفوه معايا في الفيديو ان شاء الله، ماشي في هذا الفيديو طبعا، في الفيديوهات القادمه غادي تلقاوني حاطه لكم شو سميتها بنت الصحن، هذا هو الصحن اللي كنصوبوها فيه، انا غادي نشاركها معكم، كيسموها بنت الصحن. هذه حتى هي خديتها للكيك، هذه حامله للكيك، هادو غير للدار ماشي للضيافه،
الدار يعني، واخا انا ما عنديش فرق ما بين الدار والضيافات، انا دوك المعنات اللي كنشري للضيافه غير ناكل فيهم مره مره، كنحط فيهم كنبغي نمتع راسي فيهم. يعني حنا في المغرب راه معروفين كنحطوا المواعن ديال الضياف بوحدهم، وحنا كنشربوا في اللي كان وكناكلوا في اللي كان. لا لا لا، ما خصناش نكونوا بحال هكا، خصنا نعيشوا حياتنا ونستغلوا حتى معناتنا الزوينين حتى هما نفرحوا بهم حنا الاولين قبل الضياف. هذه قطعة خفيفه بزاف، غادي نشارك معكم في نهار الملوخيه، كنقطعوا بها الملوخيه هذه والربيع طبعا وكل شيء. غاليه اللي خديتها خصيصا الملوخيه، انا كنشري الملوخيه اوراق وكنتعذب في التقطيع ديالها بالسكين. هذه كتجي ساهله انك تقطعي بها الملوخيه باش تجي ناعمه شويه. هاد القريعات هادو هما بلاستيك طبعا ماشي ازاز، ولكن شفافين من كل شيء الجهات. هادو خديتهم باش نحط فيهم المكسرات او نحط فيهم المعجنات اللي كنشريها ونحتاجها، ما تبقاش مخلوطه عندي في الاكلات. خديت منهم 6، خديت 6 القراعي. وهادو كيسان ديال العصير، انا عندي واحد النوعيه واحده اخرى، عندي طوال بزاف وما بقاوش عجبوني، فمن لقيت هادو خديتهم كل 3 ب5 ريال. صحاح راه معروفين هادو، هادو معروفين كاينين في المغرب. كنذكر انه كانوا عندنا في الدار عند امي، كانوا عندنا وبقاو كيتهرسوا، يمكن باقي عندها شي واحد من هادو. كانوا عزازين على امي هاد الكيسان هادو. انا كنفتح معاكم كل شيء. وهادو القريعات هادو كابسين، هاد القريعات هادو دول مخللات، انا خديتهم على ود المخللات. انا غادي نقاد معكم المخللات او كنقولوا هنا، هذه خديتها واحد شويه صغيره ما تعبتش ليها. هذوك 3 كبار وهذه جات صغيره. طرشي كنقولوا ليه هنا، كيقولوا ليه الطرشي. غادي نقاد معكم المخللات، غادي نقاد معكم الليمون يعني الحامض بواحد الطريقه ديال حماتي الله يخليها ليا ويطول لي بعمرها، عطاتني واحد الطريقه غادي نصوب بها الطرشي ديال الليمون او الحامض. غادي تجيكم عجيبه وان شاء الله نشاركها معاكم. عم مقارب كل شيء اللي كنتكلم لكم عليه هادشي شريته على قبل، هذاك الليمون الحامض قصدي. هادو خديتهم ديال الستانلس ماشي حديد ما كيخسروش، هادو خديتهم باش انا باش نخلط فيهم وباش تعرفوا كنحتاج مره مره نعجن فيهم. زوينين، خديت واحد صغير وواحد كبير شويه. وهادو كانوا عندي واحد، كان عندي واحد المجموعه وخسرت لانه كانت الايد ديالتهم ما كت ماشي بحال هكا، كانت الايد ديالتهم كتحل من هكا وتكسرت لي من هنا، تهرست لي، كانت بلاستيك وتهرست لي من هنا. مشيت خديت هادو، هادو فيهم الكبير والصغير والمويان. هادو كيساعدوك انك تقلبي بهم شي حاجه في المقله، اللحام مثلا، الستيك، يعني كيساعدوك تقدمي فيهم، تقدمي بهم مثلا، تحطيهم تقدمي بهم الفطائر والاشياء هذه باش ما تمسيش بايدك. وهادو معلقات صغار، معالق صغار، هادو حتى هما من ستانلس اللي ما كيصديش، هما يعني كتعرفوا مع الغسيل ديال المواعن وداك الشيء انا كيمشيو كيضيعوا لي صراحه، كيضيعوا لي هاد المعالق الصغار مع السفره، ملي كنبغي نجمع السفره وشي حاجه ضروري كتضيع لي شي وحده كنجمعها، فما بقاوش عندي. وانا ناخذ هادو، عندي الخوت ديالهم الكبار
عندي خوتهم، عندي الخوت ديالهم كبار، خديت غير الصغار، باقي عندي الكبار، باقي عندي السكاكن ديالهم وعندي كل شيء. هذا واحد العطر يعني كولونيا، يعني عطر ماشي عطر رخيص، يعني ديال 5 ريال. انا كان علاش كنجيبهم؟ كنثبت بهم البخور. الا بغيت نبخر الدار شي نهار غادي نشارك معكم كيفاش كنبخروا وحنا الدار. كل صباح ملي كتسالي الشغل كتسالي كلشي، كتنظفي الدار وداكشي خاصك تعطريها. انا كنستعمل كنجيب هاد لي بارفان، واخا يكونوا رخاص كنشريهم من تماك ب 5 ريال، وكنثبت بهم البخور. كندير العود في المبخره وكتكوني كتبخري وكترشي، كترشي مثلا دوك الستائر، كترشي الفرش، كترشي كيتثبت البخور، كيبقى داك البخور ديال العود ماسك ليك النهار كله. صافي هادو هما المشتريات ديالي البنات. اشاره للاشاره نكمل، كانت سولاتني واحد السيده قالت لي كيف دايره الحياه، كي دايره الحياه في السعوديه، كي دايره الحياه ديالكم في السعوديه. السعوديه كاي بلد عربي، كاي بلد عربي فيها الناس، فيها المزيان وفيها كنقول فيها المزيان وفيها الخايب. الناس طوب وحجر، ما يمكنش لك وما يمكنش لي نعمم تجربتي على الناس كاملين، وما يمكنش للناس شي واحد عاش تجربه سيئه يعممها على الناس كاملين. انا رجاء وكنتمنى من كل شيء البنات اللي كيشوفوني ولا الشباب اللي كيشوفوني دابا، ما عمرك تسقط تجربتك الشخصيه، تعرضتي نتايا للاهانات ولا تعرضتي لشي موقف ولا شي حاجه وتسقطوا تقول البشر كلهم هاد السعوديين ولا الخليجيين كلهم خايبين. وما عمر شي واحد من البنات اللي كيتصنتوا ليا الخليجيات ولا السعوديات تشوف شي تصرف خايب من شي مغربيه وتعمم وتقول المغربيات كلهم خايبات. لا، الناس طوب وحجر، الناس معادن، فيهم المعدن النفيس وفيهم المعدن الرخيص. يعني ما نحكموش على الناس من خلال تجاربنا الشخصيه. يعني انا هذه هي نظريتي، وانا الحمد لله، يعني الحمد لله كنشوف الدنيا كيف كنقولوا، كنشوفها بالمنظور النفسي. كل ما كنت انت مزيان وكل ما قلبك، كل ما انت راضي على نفسك غتشوف الدنيا زوينه. هذه نخليها لكم نصيحه، كونوا راضيين على نفوسكم، ما تخلوش شي حد يتحكم فيكم، ما تخلوش شي حد هو اللي يمشيكم، ما تخلوش شي حد ياثر فيكم. هذه هي، لانه انت مادام انت قلبك نظيف غتشوف الدنيا نظيفه وغتلاقى مع الناس نظاف. هذه هي، نقي تفكيرك، ما تجيش بخلفيات، ما عمرك تلاقى الناس بخلفيه مسبقه نهائيا، ما تلاقاش مع الانسان بخلفيه مسبقه بحكم مسبق. يعني انا جاي وعندي فكره ديال هاد الناس راه خايبين، هذه من عند الله سبحانه وتعالى، هي طاقه ديال الجذب. ما انت كتقول هاد الناس خايبين كيجذب لك، كيمشي كينجذبوا لك الناس الخايبين. ملي انت كتجيب طاقه هاد الناس راه مزيانين، كينجذبوا لك الناس المزيانين. حتى بالنسبه للبنات السعوديات، اتمنى انهم يعني ما يفكروش انه المغربيات وحشات. كل ما انت دخلتي في مخك انه المغربيه هذه وحشه وغير صالحه، كل ما سلط عليك الله واحده غير صالحه وتنشب لك في حلقك. هذه هي القاعده دائما، لا تحكموا على الناس قبل تعاشروهم، لا تحكموا على اي احد قبل تعاشروه، قبل تعرفونه، لا تحكموا على اي بلد قبل تعيشوا فيه. لا تقعد هناك وتقول انه هنا وحش، ولا تقعد هنا وتقول هناك وحش ومليان كذا كذا كذا، لا. فرجاء